بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في 10 minutes lecture notes in basic neonatology. موضوعنا النهاردة ductus arteriosus between patency and closure. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر وأهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. ده شلالات وادي الريان، دي في محافظتي، محافظة الفيوم. شكلها جميل ومبدع، ونتمنى ان انتوا تزورونا في الفيوم. تعالوا نشوف النهارده هنتكلم على ايه. هنتكلم على الديفينيشن كي بوينتس على الداكتس ارتريوزس والباثوفيسيولوجي وريسك فاكتورز ودياجنوزس مانجمنت اند بروجنوزس. اوكي، يلا بينا يا شباب. نبدا بقى مع روبرت جروس. ده دكتور روبرت جروس ده سكسسفولي ليجيتد ابيتنت داكتس ارتريوزس في بيبي او فيميل عندها 7 سنين، وفي بوسطن تشيلدرن هوسبيتال. ومن ساعة التاريخ ده اللي هو تاريخ 1938 بدأ بقى التعامل مع موضوع البي دي اي كلوجر، سواء كان ميديكال او سيرجيكال كلوجر. فله فضل كبير روبرت جروس الجراح الفاضل اللي عمل ده. هنتكلم على البي دي اي ديفينيشن. هو عباره عن persistent behind 72 hours of life of fetal duct that connect the main pulmonary trunk او proximal left pulmonary artery with the descending aorta. تقريبا ممكن يكون some 5 to 10 millimeter distal to the origin of the left subclavian artery. Prevalence of isolated BDE يعني تقريبا في الفول تيرم نسبته قليله، 0.05% of full term infant، ولكن very high up to 80% in premature infant. The earlier the gestational age is higher the incidence of patent ductus arteriosus. من ال points اللي حب ان اقولها برضو فكرة ال maintenance of patent ductus arteriosus in unit with duct dependent congenital heart disease is life saving. مش كل duct نقفلها، اوكي؟ مش كل ضغط نقفله. The unit who feels hyperoxia test، لو احنا بنعمل hyperoxia test او بنعمل بنشوف حتى screening بالبلس oximeter ونشوف saturation، is very likely to have congenital heart disease involving ductal dependent systemic or pulmonary blood flow and should receive prostaglandin E1 until anatomic definition can be accomplished من خلال الإيكوكارديوغرافي والكاسترايزيشن. نيونيتس هو بريزنت ان شوك ان ذا فيرست فيو ويكس اوف لايف هاف دكت ديبندنت سيستميك بلاد فلو انتل بروفن اذروايز. شباب، اي نيونيت بريزنتد ويز شوك في الفيرست ويكس اوف لايف شود بي كونسيدر دكت ديبندنت انتل بروف اذروايز. طب ايه اللي بيعمل ري اوبننج للضغط؟ ودي من البوينت كي بوينتس اللي احب اتك عليهم واقولها برضو. فكره الضغط ري اوبننج، هل الضغط بعد ما تقفل ممكن يحصل لها ري اوبننج؟ The duct is more likely to reopen in infant of very low gestational age and in those who had received a greater amount of fluid او جاله انفكشن او ان اي سي. يبقى لو انا عندي عيان very low gestational age او العيان عن received a greater amount of fluid او جاله سيبسس او جاله ان اي سي ممكن يحصل ري اوبننج للضغط. يبقى اذا الضغط ممكن يحصل لها ري اوبن. يبقى البوينت اللي انا قلناها مهمه عندي بالنسبه ليا، فكره ان المينتنس اوف بيتا الضغط في النيونيت وذ ضغتال ديبندنت كونجيتال هارت ديزيز از لايف سيفنج، مهم جدا 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 جدا. وبالتالي انا عندنا فكره السكريننج. اي عيان انا سمعت عليه ميرمر شو عندي ايفيدنس اوف بيتا ضغط ارتريوزس، على طول اعمل له اشوف الساتوريشن، اشوف الساتوريشن اخباره ايه. الساتوريشن فوق ال 95 او فوق ال 90 فده considered يعني good، وبالتالي فكرة الضغط dependent shunt إلى حد ما أو congenital heart lesion ممكن تكون قليلة شوية. إنما لو لقيت الساتوريشن أقل يبقى أنا لابد إن أنا أعمل reassessment بالإيكوكارديوغرافي وأشوف احتمالية يكون عندي أحد الكريتيكال ضغط dependent lesions. يقولنا الضغط reopening. Factors associated with increased incidence of BDE. في بعض الفاكتورز كده حوالي 5-6 فاكتورز. بريماتوريتي، ريسبيرتوري ديستريس سندروم، اند سيرفكتنت تريتمنت، يعني الديستريس الار دي اس نفسه والسيرفكتنت تريتمنت في حد ذاته برضه ريسك فاكتورز فور
increase incidence of beta and ductus arterioles. Fluid administrations لما بندي فلويدز بفوليوم اوفر عن المعتاد، وحالات الاسفيكسيا لان الاكسجين له امباكت على الضغط دايركتلي. بعض الكونجنتال سندرومز بيبقى معاه اسوشيتد مع البي دي اي زي الترايزم 13 والترايزم 18 وبعض الروبيلا طبعا. ماشي، في بعض الكونجنتال هارت ديزيز زي كواركتيشن البلمونر اتريزيا وز انتكت سيبتم ترانزبليشن اوف جريد فيزنس اند انومالوس بلمونر فينس. دي الكونجنتال هارت ديزيز اللي ممكن تبقى اسوشيتد ويز بيتا اندكتس ارتريوز. طب ايه هي الفاكتورز اسوشيتد ويز ديكريز انسنس اوف بيتا اندكتس ارتريوزز؟ هم ثلاثه فاكتورز. الانتي نيتال ستيرويد ادمنستريشن ممكن يقلل الانسدنس اوف بي دي اي، الفيتال جروس ريستريكشن، او لو عيان عنده برولونج دربشن اوف ميمبرين. اوكي يا شباب، يبقى عندنا فاكتورز اسوشيتد ويز انكريز انسنس اوف بي دي اي، عندنا فاكتورز اسوشيتد ويز ديكريز انسنس اوف بي دي اي. تعالوا نشوف الباثوفيسيولوجي. السلايد فيها كلام كتير، ممكن اختصر السلايد ديت في فكرتين. فكره الضغط بتديبند على حاجتين، بتعتمد على الاكسجين وبتعتمد على البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده ريلاكسنج فبيعمل ريلاكسيشن ويبقى السنسيتيفيتي بتاعته عاليه في البريماتيور، والاكسجين بيساعد في الكونتراكشن وده بيبقى سنسيتيفيتي عاليه في الفولتر. وبالتالي التو فاكتورز دول هم اللي كونتريبيوتنج للكلوجر او البيتنسي اوف ضغط. هنجيبهم في سلايد صوره ثانيه. ضغط كلوجر اور بيتنسي، عندنا الاكسجين تنشن وعندنا البروستاجلاندين اي 1 واي 2 وبروستاجلاندين اي 2. طيب الاكسجين تنشن في الفلتر بيعمل ايه؟ اما بيزيد الاو 2 تنشن بيعمل ايه؟ بيعمل ضغط كلوجر. طب عندنا في البريتيرم عند البروستاجلاندين اعلى شويه والسنسيتيفيتي ليه اعلى. في البريتيرم البروستاجلاندين كيبس ذا ضغط اومن. ممكن بقى نستخدم بعض الانهبيتور للبروستاجلاندين سينسيز زي الاندوميسين او الايبوبروفين او الباراستامول، ممكن كاونتر اكت الامباكت او بروستاجلاندين اي 2. الكلوجر افتر بيرث في فانكشنال كلوجر وفي اناتوميكال كلوجر. الفانكشنال كلوجر ممكن يحصل من 10 ل 15 ساعه افتر بيرث، وده بيحصل سموث ماسل كونتراكشن وبيحصل ابروكسيميشن اوف انتيمال كاشنز. طيب انما الاناتوميكال بيحصل امتى؟ الاناتوميكال بيحصل بعد اسبوعين لثلاث اسابيع، وبيحصل فيه ديفيوز فايبروز اوف انتيمال بروليفريشن ويز انتيمال بروليفريشن، وبيحصل الجامنتم ارتريوزم فورميشن مكان الدكتس ارتريوزس. الدكتس ارتريوزس تحول الى ليجامنتم ارتريوزم. اوكي يا شباب، ده الباثوفيسيولوجي. احنا في البالمونري بريشر يقل، اما ايه البالمونري بريشر؟ احنا عندنا فيه شيفت من او الـ بيحصل شيفت من الليفت للرايت، وبالتالي هيحصل سيلينج للبلاد، وبالتالي هيدخل في هايبوتنشن. العيان ممكن يدخل في بالمونري هيمرج، انتروفنتريكولار هيمرج، وبرونكو بالمونري ديسبليزيا وان اي سي مع الوقت. يعني احنا هنا شايفين ممكن الكلام ده الهايبوتنشن يحصل في الفيرست داي وفي الترانزيشنال بيريود، البالمونري هيمرج ممكن يحصل في اليوم الاول والثاني، الانترفنتريكولار هيمرج يحصل ممكن في اليوم الاول والثاني والثالث وهكذا، البرونكو بالمونري ديسبليزيا ليتر اون. اوكي يا شباب، ده الفول سيكنس في التيرم انفانت والبري تيرم. في هنا الافاسكولار زون اللي هو الفازا فازورم اللي هي البلاد فيزلز والبلاد فيزلز، هنا موجوده هنا في الفول تيرم، ومكانها هنا بيحصل بعد كده نيكروزس وبيحصل بليتد ادهيجن ويحصل الكلوجر اوف ذا بيتا تاكس ارتيوز. طبعا في فاكتورز بتحكم، سواء كانت هذه الفاكتورز مولكولار فاكتورز او فيسيولوجيكال فاكتورز او ستراكشرال فاكتورز. يعني في البري تيرم، الفري بري تيرم يبقى عندنا هنا البري دوميننت نيتروك اوكسايد والبروستاجلاندين، وفي الهيمو داينامكس هنا العيان في باي دايركشنال اور رايت تو ليفت بلاد فلو، ده بيعرض العيان ان هو يحصل له ليد كلوجر. هنا طبعا الاو 2 بيبقى هنا بريدومينانت وبيبقى له امباكت على في الفولتر، وبالتالي بيساعد في الكونتراكشن. بالاضافه لاذر فاكتورز اللي احنا قلنا في مولكيولار فاكتورز وفيسيولوجيكال فاكتورز وستراكشرال فاكتورز بلي رول في حالات الكلوجر اوف ذا بي دي اي. البرزنتيشن طبعا هو البرزنتيشن بيعتمد على الجستيشنال ايج. طبعا في البريماتور انفنت بيديفلوب هارت فيلير يعني ايرليير ذان الفولتر، نتيجه ان طبعا الميديال ماسكوليتشر اوف ذا سمول بالمونري ارتريز لسه نوت ويل ديفلوب،
وبالتالي بيقل البالمر فيسكولار ريزيستنس بتقل، وبالتالي بيحصل العيال لايبل ان هو يحصل له الكونتراكتيل فانكشن بتبقى افكت كمان في حالات في الفنتريكل، وبالتالي العيان بيبقى لايبل ان هو يدخل في هارت فيلير. تعال نشوف البرزنتيشن. البرزنتيشن ممكن يحصل في اللي من اليوم الاول لليوم الرابع، ممكن يحصل immediate adverse يعني initial presentation may be adverse but usually on D1 to D4 of life. تعال نشوف بقى اللي ايه المانيفستيشن اللي ممكن نشوفها. اول حاجه ممكن نشوف عندنا العيان اسمها عليها ماشينري ميرمر، ما فيش داعي ديتيلز لان ده يعني ليفل انتوا اعلى منه شويه. في هايبر اكتف ريكورديوم. الحاجه الثالثه في باوندنج بريفرال بالس اند انجريز بالس بريشر. هنلقى برضو العيان ده عنده هايبوتنشن، وقلنا فكره الهايبوتنشن جايه منين. عندنا في هنا ريسبيراتوري ديتريريشن، العيان بيبقى على ميكانيكال فنتيليشن الاكسجين ديماند بيزيد، او لو هو مش على ميكانيكال فنتيليشن بيحتاج يتحط على ميكانيكال فنتيليشن. بس هنا بس في جزئيه بالنسبه للديتريريشن، هنا الديتريريشن بيبقى جراديوال ما بيبقاش سادن زي حالات النوموثوركس. يحصل جراديوال ديتريريشن، سواء ديتريريشن ده على مستوى ديز او على مستوى اورز. ماشي. يبقى respiratory deterioration after an initial improvement in small premature infant with RDS should arouse suspicion of PDA. يبقى لو عيان كان عندي RDS وكان بيتحسن وبعدين حصل له deterioration، لابد احطه في اعتباري ان هو يكون حصل له ال PDA عنده او الدكت فتحت عنده. الاذر ساينس اللي هي ممكن العيان يدخل فيه الابنك سبيلز. تعالوا نشوف الدياجنوز. الدياجنوز بيعتمد على الايكوكارديوجرافي. الايكوكارديوجرافي احنا ممكن نشوف الجيت اوف بلاد فلو من الدكت مباشره زي ما احنا عندنا في الايكو ده. طبعا شورت اكسس شورت اكس فيو باراسترنال. احنا عندنا هنا الفلو اهو، فلو طالع من الدكت على فكره. ده الجيت ده طالع من الدكت، الجيت ده طالع من الدكت، ده طالع من الضغط يا شباب. اوكي، ده جيت طالع من الضغط موجوده معانا برضه الصوره دي اهي، ده جيت طالع من الضغط. اوكي، اول يبقى عندنا في اكس راي، نعمل اكس راي. والاكس راي هنلاقي فيها كارديوميجالي بالمانيفستيشن. احنا هيبقى عندنا هنا ليفت اتريوم برومننت، عندنا البرومننس البالمنري ارت هنا زي ما احنا شايفين هنا كده. ماشي، في انكريز بالمنري فاسكولار ماركينج، عندنا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. ده العيان عنده، والعيان هيبقى عنده جنرال عنده كارديوميجالي. The impact of PDA. تعالوا نشوف الكلاسيفيكيشن اوف PDA. لها كلاسيفيكيشن، سواء الكلاسيفيكيشن ده ايكو كلاسيفيكيشن او انجيوغرافيك كلاسيفيكيشن. الايكو كلاسيفيكيشن هو هيقول هي سمول او مودريت او لارج. سمول PDA لو هي اقل من 1.5 ملم، لو هي من 1.5 ل 3 ملم هنقول عليها مودريت، لو هي اكتر من 3 ملم هنقول عليها لارج PDA. ده الايكو كلاسيفيكيشن. في الانجيوغرافيك كلاسيفيكيشن بقى لها حسبه ثانيه معتمده على الشيب بتاعها، ودي التقسيمه حسب الشيب. في كونيكال ويندو وتيوبولار وكومبلكس، في الونجيتد ويز ريموت كونستركشن. في تقسيمه بتعتمد على السايز والميرمر، في سايلنت، في فيري سمول، في سمول، في مودريت، في لارج، حسب اللي احنا شايفينه قدامنا في الفيجرز اللي قدامنا. في عندنا برضو ممكن نشوف هنا في فيجر يقول لنا الكلاسيفيكيشن اكوردنج للشيب. في هنا كونيكال اي، في هنا ويندو، في هنا بيسموها تيوبولار، في هنا الونجيتد ويز ريموت كونستركشن، في كونستركشن فعلا هنا، في هنا كومبلكس ويز مالتيبل كونستركشن، فيها مالتيبل كونستركشن. ديت اللي هي الكلاسيفيكيشن بالاشكال المختلفه او معتمده على الشيب. خلاص يا شباب. اوكي يا شباب، نشوف بعد كده البالس اوكسيمتر سكريننج فور اول نيوبر. انا وجهه نظري ان اي عيان انا بسمعه وسمعت عليه ميرمر او انا حطيت البوسيبيليتي او بي دي اي، مانداتوري ان انا اشوف البالس اوكسيمتر، اعمل سكريننج. وده بيتعمل مفترض يعمل كل نيونيت ما بين 24 ل 48 اور اوف ايج. كونجنتال هارت ديزيز كومن بيرث ديفكت اوكيرنج ان ابروكسيميتلي 1% اوف اول نيوبر. سيلنتر كونجنتال هارت ديزيز اوكيرنج ان ابروكسيميتلي 18 لكل 10,000. طيب The condition may be require heart surgery or catheter-based intervention within the first year of life to prevent the organ damage or death. في 2011 universal pulse oximeter screening is recommended for all newborn because low blood oxygen saturation may detect cyanotic congenital heart disease. اوكي، ايه هم بقى في حاجات اسمها duct dependent congenital heart disease اللي هم
في بارلل نون ميكسنج سيركيوليشن اللي هو دي تي جي اي، في كريتيكال اوبستراكتد ليفت هارت ليجن زي الهايبر هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم، كريتيكال اورتيكال فالف ستينوز كوركشن اوف اورتا واتراكت اورتيك ارش، في كريتيكال اوبستراكتد رايت هارت ليجن زي البالمنري اتريزيا وكريتيكال بالمنري فالف ستينوز ولبشتاين انومالي. ممكن نقسمها دكت ديبندنت سيستميك سيركيوليشن ودكت ديبندنت بالمنري سيركيوليشن. في المانجمنت احنا الحقيقه عندنا فيه يعني فيه ريسك بنفيت اكويشن. التريتمنت ديسيجن هي يعني تريتمنت ريسك، نشوف نوازن ما بين تريتمنت بنفيت اند تريتمنت ريسك. طبعا ده الفنتريتور او السبورتيف ثيرابي ده الحقيقه يعني ده لازم يتعمل في كل الحالات البي دي اي اللي هو الفنتريتوري سبورت ريسبيرتوري ستريس سندروم سكندري تو بي دي اي مي ريكواير انتوبيشن اند ميكانيكال فنتيليشن اف ذا انفنت اوريدي فنتيليتد ذا بي دي اي مي ليد تو انكريز ذا فنتريتوري ريكويرمنت. ماشي يا شباب؟ طيب العيان ممكن نعمل فلويد ريستريكشن مهم قوي ده في السبورتيف ثيرابي، ونزود الهيماتوكريت علشان يبقى له امباكت على الديكريز ليفت تو رايت شانت، increasing hematocrit above 40 to 45% will decrease the left to right shunt frequency and increase in the hematocrit some of signs هيقلل signs of ال BDE يعني ممكن يبقى له negative impact، انما احنا عايزينه علشان يقلل الفلو من left to right. السلايد ده انا شايفها سلايد مهمه جدا، وهي ديت اللي احنا ممكن نعول عليها جدا في المانجمنت اوف بي دي اي. انا عندي هنا يا بري تيرم يا فول تيرم. انا عندي البري تيرم، البري تيرم هبدا له على طول ميديكال تريتمنت. ايه الميديكال تريتمنت؟ الميديكال هدي له اندوميسيسين او ايبوبروفين او هدي له باراستامول بالبروتوكول اللي احنا هنقوله ليتر اون. والله حصل فيلير للميديكال ثيرابي او في كونترا انديكيشن للدراجز او حصل فيلير للميديكال ثيرابي بنقول للسيرجيكال كلوجر بالثلاث افكار بتاعتهم اللي هو الكويل او الكويل والديفايس والسيرجيكال ليجيشن. لو العيان فول تيرم، الفول تيرم عندي ثلاث اوضاع للفول تيرم. فول تيرم يا سيمتوماتيك بي دي اي يا اسيمتوماتيك يا سمول بي دي اي. سيمتوماتيك بي دي اي ابدا له على طول هنشوف الميديكال ثيرابي ريسبونس تو ميديكال ثيرابي، العيان ريسبوندنج تو ميديكال ثيرابي هنعمل له كلوجر ات 6 مانس اوف ايج. لا نوت ريسبوندنج للميديكال ثيرابي يبقى ايميديت كلوجر. واقصد هنا من الميديكال ثيرابي اللي هو سبورتيف ثيرابي، لان الفول تيرم الاستجابه بتاعته بالنسبه للاندوميسيسين والايبروفين باراستامول مش هتبقى عاليه، لان هو معتمد الحاجات دي معتمده على انها بتشتغل على البروستاجلاندين سينسيز. فالبروستاجلاندين الامباكت بتاعه في الفول تيرم والسنسيتيفيتي في الفول تيرم مش عاليه، وبالتالي الميديكال تريتمنت المقصود بيه سبورتيف تريتمنت اللي هو الفنتيليتور سبورت والفلويد ريستريكشنز ونزود الهيماتوكريت للبيبي. يبقى لو في ريسبونس في الفول تيرم اوكي يبقى هنعمل كلوجر ات 6 مانس. لو ما حصلش ريسبونس والعيان سيمتوماتيك السيمتومز المقصود بيها كونجينس فار فيلير او فيلير تو سرايف يبقى العيان ده هيحتاج ايميديت كلوجر او بي دي اي. لو العيان اسيمتوماتيك خلاص هنعمل له بروفيلاكتيك كلوجر اوف بي دي اي ات 6 مانس. المهم نعمل له قبل سنه. ماشي؟ ممكن بقى يتعمل له بالبيركتونس كلوجر او سيرجيكال كلوجر او وات ايفر يعني. لو هي سمول بي دي خلاص السمول بي دي هتحصل لازم يبقى نعمل لها كلوجر لان في ريسك اوف انفكتيف اندوكاردتس. يبقى الاستاد دي انا شايفها من الاستاد مهمه جدا. هتعامل مع البريتيرم هبدا بميديكال تريتمنت والاندوميسيسين والايبوبروفين. في كونترا انديكيشن او فيلير ميديكال ثيرابي والفيلير ثلاثه ترايلز يبقى هندخل على السيرجيكال كلوجر. لو فول تيرم يا اما سيمتوماتيك يا اسيمتوماتيك يا سمول بي دي اي وقلنا كل واحده هنعمل معاها. الاندوميسيسن احنا قلنا الاندوميسيسن بيشتغل على السنستيز ان بروستاجلاندين سنستيز انهيبيتور ذات هاف بروفن تو بي افكتيف ان بروموتنج داكتال كلوجر. بن في اكتر من بروتوكول للاندوميسيسن، في اللي هو الاندوميسيسن بروفيلاكتيك اندوميسيسن بندي 1/10 ملي جرام بير كي جي بير دوز، بندي انترافينوس في خلال 20 دقيقه كل 24 ساعة from the first day of life for 6 days. ده بنستخدمه لمين؟ بنستخدمه البي بي اقل من كيلو وربع. ماشي؟ ده قالوا الستادز بتقول ان هو له افكت على البالمنري قلل البالمنري هيموريج والانترا فنتريكولار هيموريج.
and even this does not successfully translate into the improved long term endovascular outcome. في early symptomatic endomycin وده بيبقى 2 من 10 ملي جرام بير كي جي انترافينوسلي بنديه في ال infused over 20 minutes. في second and third dose are given 12 36 ساعة after the first dose. Second and third dose are 1 من 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز if the infant أقل من كيلو وربع أو أقل من أسبوع. أو لو الإنفانت أكتر من أسبوع أو أكتر من كيلو وربع هياخد السكند والثيرد السكند والثيرد دوز على 0.2 ملي جرام بير كي جي بير دوز. طبعا ممكن برضه الاندوميسسين يتعطي ليت سيمتوماتيك اندوميسسين. في كمان ممكن دكتورز ري اوبننج اند اندوميسسين فيلير، يعني ممكن 20-30% of infants the ducts reopen after the first course of endomycin and just case in such case second course of endomycin may be because of significant proportion of this infant have their BDE closed with their course. The complication of endomycin renal effects. الاندوميسسين ممكن يعمل ترانزنت ديكريز ان ذا جلومرال فلتريشن ريت، ممكن يعمل جي اي تي بليدنج، ممكن يحصل سبونتينوس انترستينال بيرفوريشن، ممكن يحصل له امباكت على البليتلتس وبيعمل امبير بليت فانكشن فور 7 تو 9 ديز ريجاردلس اوف ذا بليتلت نمبر. واحنا محتاجين البليتلت على فكره في الكلوجر اوف ذا بي دي اي. الاندوميسسين كونترا انديكيشن عندنا اربع كونترا انديكيشن، لو الكريات اكتر من 1.7 لو عندنا فرانك رينال او جاستو انترستينال بليدنج او جنراليزد كواجوليبسي او عندي ان اي سي او العيان عنده سيبسس. الايبوبروفين بيأدي نفس الدور وعندنا الباراستامول بيأدي نفس الدور وفي بعض الاستادز بتستخدم الايبوبروفين والباراستامول. انديكيشن اوف كويل ديفايس اور سيرجيكال كلوجر اوف بي دي اي، لو عندي سمول كل البي دي اي محتاجه تتقفل بشرط ما تكونش دكت ديبندنت. مهم جدا لان انا كده لايف سيفنج، لو انا قفلت عيان وهو دكت ديبندنت معتمد على البي دي اي وانا قفلت له البي دي اي يبقى انا كده موته، يبقى لابد ان انا اشوف العيان ده دكت ديبندنت ولا مش دكت ديبندنت. ف ريسبكت اوف ذا ايج سايز اور سيمبتومز اول بي دي اي شود بي كلوزد بريفرابلي بيفور 1 يير اوف ايج. السمول بي دي اي هتقفل بالانترافاسكولار كويل، الانترافاسكولار كويل اهو ماشي. المودريت تو لارج بي دي اي دي تقفل ب الامبريلا لايك ديفايس زي ده كده اهو، والبي دي اي البريترم اللي هم حصل لهم فيلير للفيلير للميديكال لايجيشن ممكن او ميديكال تريتمنت ممكن يتعملوا يقفلوا بالسيرجيكال لايجيشن. ميديكال فيرسس سيرجيكال ثيرابي، يعني مفيش واحد اعلى من الثاني، بل بعض الناس بيقولوا ان السيرجيكال ليجيشن ممكن يبقى اسوشيتد ويز بالمونري نيجاتيف بالمونري امباكت. ذا بينيفيت اوف ذس ابروتش اوفر سيرجيكال ليجيشن ار نوت اوبفيوس ان موست ستاديز ذا موست ذات اتمبت تو ايفالويت ديفرنس ان ذا اوتكم اوف هور اندوميسسين ثيرابي اند سيرجيكال كلوجر ريزلت ار سيميلر. يعني هو الكلام ان هم ما فيش حاجه اعلى من الثانيه. ده الكلام ده في حاله ان انا يتوفر عندي الميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت از سيم تايب وانا مخير، انما انا لو ما عنديش الا الميديكال هبدا بالميديكال تريتمنت وبعدين هنقول على السيرجيكال تريتمنت في الاندر ديفلوبد كانتريز والظروف اللي احنا بنعيش فيها في الحضارات احنا في شغلنا او في واقع شغلنا. نقفلها ولا ما نقفلهاش؟ يعني في كلام وديبيت. No doubt that there is an association between the BDA and the various morbidities and of the premature infant. However, there is a debate about whether this relationship is causal one and hence whether treatment is likely to be of benefit. يعني هل هو causal relationship؟ يعني الـ BDA هي اللي عملت ولا ده association؟ numerous controlled trials have failed to show clinical benefit to the pharmacological closure of the symptomatic BDA in term of the duration of mechanical ventilation. Instance of bronchopulmonary dysplasia, chronic lung disease, NEC, retinopathy of prematurity, or length of hospitalization. Early pharmacological closure is unsurprisingly associated with decreased need for later surgical ligation. Meta-analysis have confirmed this finding. Prognosis is excellent in infant who only have BDA. Studies show that premature infant early 30 أسبوع have spontaneous closure of the BDA في 72%.
سبونتينيوس كلوجر لو اقل من اسبوع، اقل من 30 اسبوع، بيقفل وحديه في 72% من الحالات. كونزرفتيف تريتمنت ويز ميديكيشن هاز كلوجر ريت اوف ابروكسيمتلي 94%. في بقى areas of uncertainty and future research directions. Molecular and cellular mechanisms during initial and permanent ductus arteriosus closure and pathology, pathological ductus arteriosus reopening. يعني عايزة تدرس كويس ال further refinement of standardized protocol for the diagnosis of PDE and grading of its hemodynamic significance, identification of high risk infant who still require PDA targeted therapy, relationship between the duration of significant ductus arteriosus patency and outcome, impact of shunt magnitude and duration and the developing pulmonary vasculature, development of new pharmacological approaches such as prostaglandin E2 receptor blockers, impact of individualized or individual risk assessment by biomarkers and pharmacogenetics. الريفرنس اللي احنا بنشتغل عليها ده يعني كانت فكرتي من الكلام على البي دي اي، ان انا لابد وانا بقفل البي دي اي اعرف ان انا في عندي ضغط ديبندنت كريتيكال ليجن، فلازم انا اعمل ايفالويشن بالايكو كويس واعمل اشوف الساتوريشن مهم جدا، واشوف الهايبر اوكسيا، اعمل هايبر اوكسيا تيست، واعمل لو عملت هايبر اوكسيا تيست هيساعدني برضو. والبي دي اي في البري تيرم غير الفول تيرم، لان البري تيرم في اناتوميكال فاكتور وموليكولار فاكتور وفيسيولوجيكال فاكتور بتامباكت، لها امباكت على الضغط في البري تيرم مختلفه على عن الفول تيرم. مش كل حالات البي دي اي هنقفلها على طول، واما نقفل هنقفل بالميديكال ثيرابي وللبري تيرم، ولو فيلد ممكن نقفل بالسيرجيكال او بالكويل او بالديفايس. الفول تيرم هل هو سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك، وهل هي لارج ولا سمول بي دي اي اكوردنج للامباكت بتاعها هيبقى الكلوجر. في كل الحالات لابد ان البي دي اي تتقفل قبل سنه في الفول تيرم. اشكركم واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.